عادة الذين يؤثرون عليهم وهم من لهم مصالح في السيطرة على عباد الله. والاستكبار والكبرياء داء يمنع الإنسان من قبول الحق، وهؤلاء هم الذين يتصدون للوقوف ضد الحق وضد دعوة الناس إلى الخير، وهم الذين وقفوا في نحور الأنبياء وآلوهم ومنعوهم من إيصال ما لديهم إلى الناس. بدأوا نبيهم بالعداوة والتهديد بعد أن رفضوا الإيمان، وهذا التهديد هو الذي يقوون عليه في رأيهم، وهو نفيه والمؤمنين الذين معه من مدينتهم ظنا منهم أن ذلك ممكن وأنهم يسلمون منه أو أن دعوته ستنقطع، وما علموا أن الإيمان إذا دخل في قلوب الناس لا يخرج إلا نادرا، وهم بذلك يعلمون أن سلطتهم مهددة إن نجح شعيب في استمالة قلوب الناس جميعا، فأرادوا سد الطريق عليه ومنعه من الاستمرار في دعوته، وجعلوا بديلا للطرد يعرضونه على شعيب: أو لتعودن في ملتنا، إما أن نخرجك ومن معك، وإما أن تترك ما جئت به وترجع إلى عقيدتنا وما نحن فيه ولا تخالفنا. فهم متمسكون بما هم عليه ولو كانوا ضلالا على غير حق. فكان جواب شعيب عليه هذا: قال أولو كنا كارهين، هل نعود إلى ما أنتم عليه ونحن كارهون غير راغبين به؟ وهذا نفي للعودة والبقاء على ما كانوا عليه. وإن أكرهتمونا على الخروج بغير اختيارنا فليس ذلك موافقة منا لأننا مكرهون. واستمر في جوابه عليه السلام فقال: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ